ما متعود اسكت، حتى لما باكل اكل تاني ما بعرف اسكت. انا بتكل على رب العالمين. يعني بالمطعم جوا، يعني بعد نقايم من ورا عم طلع بحالي، لقيت وجهي هيك، وكان تحت كتفي وكان ظهري، بس الحمد لله قلت لك طلع جسمي بيحمل. انا اول شيء لما دقوا لي كانوا على فيديو كول، هذا مكسر بقلبي، هين برندة البيت. ويوم الانفجار اللي صار كانت مايا معي وحاتم معي، اعطيت مايا لبنت عمي تبقى عندها بالبيت، وكملت على النادي انا وابني. وصل على النادي اول ما مفتح الباب بدأ فيديو كول، يعني بفتح بتفاجئ زيز مكسر وصريخ وعيط وبكى. طلع انفجار حد البيت، طبيعي انك تنرهن، هيدي بنت اللي انا مربيت. فمهلت بطل شايف شيء قدامي، وبغض النظر مين يعني مين هي السياره اللي استهدفت، يعني من البدايه انت ما بتعرف مين استهدف اصلا، حزب حركي حماس فتح مين ما بعرف، ولا بوارد انه افكر بهالموضوع. كل اللي افكر فيه انه هيدا الشارع تحديدا هو شارع كثير سكن، يعني منه ممر من بلد لبلد، فطبيعي انه شو مرقوا من هون؟ ليش مرق من هون؟ شو بدي مرقوا بهالحي؟ وعم عيط وصرخ انا بالفيديو كول، يعني ما عم احكي مع حدا موجود بالجيم. بنط واحد من اخر النادي، كوتش من النادي هو صغير، وصل لعندي طلع فيه بيقول لي بيمرق المحل ما بده، ما خصك انت وين بيمرق، انه جاي لا يستفز، جاي لا يفتح مشكله. قلت له حبيبي لما تكون بنتي بتدق كيف ما بهمني، ان شاء الله يكون بيي مرق منك شو مرق مني. الموضوع ما انه شخصي ابدا، ولا بعرف مين اللي استشهد، فمش على خاطرك. وهيدا اسلوب المستفز، وقفت وصار في احتكاك بينه وبينه، وصار في احتكاك بالايد شيء خفيف يعني، ودخله وخلص. بدي اقول لي خيي، بيقول لي انت سيب السيد، سيب الشهداء، سيب بنحزب. قلت له اكيد لا، اصلا اللي بيعرفني بالمنطقه بيعرف انه انا حدا بموضوع المقاومه، ما في مشارع بالجزء المقاومه، ما عندي مشارع. قال لي عم يفتشوا عليك، راحوا على كذا قهوه بدهم يعملوا ويسووا فيك. ما قفلت وعطيت كثير، حسيت الحكي جعد. بيجي على الدور بيجيني تهديد ثاني من حدا ناشط، حملت حالي ونزلت على الكافيه. انا بقعد فت قعدت طلبت اجيبه، ومثل العاده لقيت 10 موتوسيكلات صفوا، الناس بعيون الشر معروفين من وين، هي منطقه منصور. ما استطلعت فيهم، خلص حسيت الموضوع خلص. بفوت واحد فيهم، اول ما بفوت بيوقف ومبينك اول فيديو، اما وقف بحط سكينه بمحصري بيلي امي على ضرر، وبلش ضربني اول ضربه، وفاتوا الكل محضرين كاميرات، وبلشوا ضرب فيي، وما حدا دخل بالكافيه ابدا. صرت لمطرح مثل زاروب قلب البار، وقعت بارضي وعم يدعسوا علي، بطلوا قاضين يعني اخذين راحتهم، لا يمكن انهم يزرقوا او تعبوا وفن. واول شيء عملته رحت على الدرك اقدم شكوى، حكوا مع المدعي العام، خلصوا بتاع النيابه العامه تهمت كمان كني. والاكثر من هيك كله انه ما شفت حدا، ما شفت اي جهاز اجى على المطعم اصلا سال شو في. عتبي بمطرح انه ما شفت حدا حكيني قال لي انه هذا الموضوع منه مسموح. ما شفت حدا قال لي انه نحن ما بنقبل هذا الشيء، يمكن حاول يبعثوا له رسائل، يمكن هن محتويينهم لحتى ما يتزعرنوا عليهم، بس المصيبه الكبيره انه صاروا عم يتزعرنوا على العالم باسمي. يعني في شيء اسمه يمكن سرايا المقاومه، في كم حدا مفوتينه فيها، لانه عارفينهم هن انه يكون معنا احسن يكون ضدنا.